بقولك ايه، انا امي جايه دلوقتي، يا ريت تفردي وش امك ده قدامها، بلاش كل مره يبقى في مشاكل. ماشي، يعني شايفني انا بعمل ايه؟ ما هي اللي بتضايقني. تضايقك بقى ولا تعمل اللي تعمله، المهم هي ساعتين تعديهم، مش عايز انا مشاكل. ماشي حاضر. قوم افتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام، عامله ايه؟ كويسه يا ابني يا حموكش. تعالي يا ام، اقعدي تعالي. ازيك يا حماتي، عامله ايه؟ كويسة يا حبيبتي. تشربي حاجة؟ كتر خيرك يا مرات ابني. لا ازاي، تشربي ايه؟ انت لازم تتغدي معانا، روحي حضري الغدا. انت يا ابني يا حموكش عامل ايه يا ابني؟ الدنيا لسه مضيقة معاك؟ اه والله يا اما الدنيا بايظة خالص. ما تدعيلي يا اما بالله عليك. اه يا حماتي، ما تدعيلنا كده يا ست الشيخة. اه انت ما تعرفيش ان دعوة امي مستجابة؟ لا والله. طب عايزين نشوف. بلاش يا حبيبتي. لا ازاي، لازم تدعي لابنك. او النبي ياما دعيلي يا ابني. بلاش ادعي يا امي. يا ربي يا ابني، اي حاجة معتنين عليك حياتك تختفي. مش قلتلك بلاش؟